بداية نعرج على بعض المحاور، ولكن قبل هذا وذاك دعوني أرحب وأصبح بالخير على زملائي الأعزاء ونقول صباح الخير يا أبو منصور ونهارك سعيد. صباحك الله بالنور والسرور وبداية جميلة إن شاء الله، وأجدد مطالبتي باستبعاد نواف المخلفي ونواف عقاب، ولو في نواف بعد ثالث يمكن طلبنا بعد، وبإذن الله تكون حلقة جميلة ويوم رائع بإذن الله. صباح الخير يا عمر هذال. صباح النور وحياك الله يا أبو حزام، وحيا الله أبو نايف، وحيا الله أبو منصور. عندي كلمة كنت بقولها ثم فتح الباب هذا ثم ضاعت غضار، أنا طلعت. أي دقيقة اللي شارك كرسي من؟ أنا لقيت هذا كرسي مفلح. دقيقة في كرسي مسروق، واللي أخذ كرسي أتمنى أن يكون كفو له يوم يقعد عليه. كفو يعني ولا حد يتطاول على كراسي الريجي من حقك. نعم، وراح أبحث عن وأطالب باستبعاد من سرق الكرسي، وأنا أتوقع أنه محمد منصور، وطالب باستبعاده من الفقرة إلى حين أن يعترف ويعتذر عن سرقة الكرسي اللي سرقه. ولو فيه محمد ثاني طلبت باستبعاده. أبسط حقوق يا أبو مسعود. نعم. ما يدري إن الناس رق الكحل. الكحل. طيب. أيضا نصبح بالخير على عادل بن هيف. أبو نايف صبحك الله بالخير. مرحبا يا أبو حزام. على طاري الكراسي، محمد رطيان ذكرني أبو هذال بمقولة اللي الكاتب الجميل محمد رطيان يقول، محمد رطيان الكرسي الأكثر ديمقراطية هو كرسي الحلاق. أنا أشهد. ليش؟ لأنه يجلس عليه الغني والفقير والمواطن والمقيم والوزير والغير وزير والبسيط واللي رتبته عالية. هذا من أول. فكرسي الحلاق هو الكرسي الأكثر ديمقراطية. هذا من أول. الحين باتصال يجيك الحلاق وتجلس في الكرسي، أنت عايش في الزمن الأول. الحين بدقة تليفوني يا حبيبي. وأنت على مركاك. حلقك وأنت. طيب أجل خلينا نستغل الفرصة هذه. طالما خرب المقولة أبو هذال، أمسي بالخير عليك وصبح بالخير عليك وصبح بالخير على الجميل جدا أبو هذال، كذلك على ابو منصور، وصبح بالخير على من سرق كرسي عمر بن هذال، وصبح بالخير على من سرقوا قلوبنا من يتابعونا من خلف الشاشه، يا سلام. وكذلك صبح بالخير على اخواني المتسابقين ما عدا ثلاثه راح اتطرق لهم في اخر الحلقه باذن الله. وانا ضد مقوله علي عادل هيفي يوم يقول من سرق قلوبنا، نحن قلوبنا لا تسرق، احنا نعطيها برضانا. الله اكبر. اليوم يا ولد ضدكم. اليوم انا ضدكم. طلب بن هذال وش يقول يا غزالا علق الوسم في قلبي وراح. يحسب اني مثل الناس نضيع. هذا هو. ما تسرق يا غزالنا علق الوزم في قلبي وراح. يحسب اني مثل الناس ضيع حقوقه. اسطوره حقوقنا ما دونها لايدينا. انا اشهد. نبارك لمن حصل على التصويت لهذا الأسبوع ونجاته من إبراهيم للمرة الثانية. تركي بن غويزي يصنع اسمه ويثبت اسمه الناجي الثاني أو الناجي للمرة الثانية من إبراهيم. نعم سالم، أنا أتمنى أنك تناديه الحين. أنت رجالا ما عندك خطر ولا طيب. حولك من الشر طاري، وتناقر المساكين اللي خصم عليهم كل واحد 7,000 وتأخذها عليهم. بالله أتمنى تركي غويزي وترك الحركات اللي المشكلة يبقى. فريق دعمه يقول إحنا موقفين التصويت، بس في جمهور ما تقدر تتكلم. ايه اقول لك فريق دعم الموجود تصويت، يعني فريق دعم تركي كان اكثر وعيا من تركي. سالته وقلت يا ولد انت كان موقف التصويت، بس لسان حاله يقول مطير ما ترجع ورا حتى تنوش المجد. طيب انا اتمنى يجي معنا في الكوميشن روم نشوف ليش خرب على زملاء. انت تبي تركي غوازي؟ إيه بس تبي الصراحه حقه اذا رجعنا حق تركي غوازي نبغاك في دقيقتين، ما احنا مبطئ. نعم. ايضا نبارك للثاني اللي خذا 2000 نقطه، علي بن هادي 2000 نقطة ناقص 7,000 5,000، ومع ذلك ما أدري. أيضا الحاصل على الثالث نواف المخلفي، والحاصل على تقييم اللجنة يعني اللي أخذها بجهده وبأدائه عبد العزيز الرباح. أبو الرباح. هذه كانت في فقرة ريتنج لعبد الرحمن الخضيري اللي هو المقدم الجميل، المقدم اللطيف، المقدم ذو الوجه البشوش، المقدم المريح للنظر، المقدم الذي له خبرة يعني إعلامية، وفي هذا البرنامج يعني ملأ المكان في فقرة ريتنج أبو هذال. لبيت في مكة.
لك تعليق على اداء عبد الرحمن الخضيري؟ والله عبد الرحمن الخضيري صراحه مبدع ونتامل منه في الحلقات الجايه. نبي يوترنا يا اخوي اكثر، نبي يجيب لنا تويتر ويجيب لنا التيك توك، يجيب لنا كل شيء. نبي يعني من كثر ما احنا متوترين نحس ان ما احنا متوترين، نبي دقات القلب تشتغل، نبي نعيش اللحظه. اتمنى يعني كان هادي اداءه عبد الرحمن، يعني مبدع ما شاء الله عليه، بس أيه. انا اقصد انه ودنا نعيش التوتر معه. ايه نتمنى في الحلقات عبد الرحمن الجايه انه يصير من كثر ما احنا متوترين يصير معنا متوترين، يرفع مستوى التوتر. نعم ومعه منيب طف 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 طف، هذا يحبها. طيب نبدا محاورنا ولا احد عنده؟ توكلنا على الله. بالنسبه لي ما عندي الا كل اربط نظام الامان. اول محور اليوم في فقره المنيو، فقره المنيو، المنيو اليوم الشباب في حساب القناه في تويتر دقوا إشارة يسار ولفوا يمين، يعني اللي بيمشي وراهم بيصدم. أعلنوا أحمد العوض مقدم للفقرة وبقدرة قادر يتحول إلى كحلان، كل منهما نجوم مميزين، ولكن لماذا كل هذا؟ لو في صورة موجودة على إعلان القناة يا معدنا عشان أيضا نعزز كلامنا بشواهد. تفضلوا يا شباب. جنتل 47 هذا هاشتاق اليوم. من المقدم؟ احمد العوض وكينج الشاشه ساير النهار هذا اليوم 47. الجمهور على انها احمد العوض فتحول طيب. الى كحلان. عادي الحركه ذي؟ انا بس فيها. وبالنسبه للصدمه هي بعد ولا صدمه الان تبي نتكلم عن الصدمه؟ تكلم عطها كلها يا عادل. طيب عط المساحه عادل. طيب بعطيك عادل. ايضا في المنيو الشيء بشيء يذكر ما دام المحور هذا ما زال اليوم، حصل يعني ان سلطان الواهبي وايمن الضفيري جلسوا في الصدمه، جلستهم كانت ممتعه في السجن. انا تابعتها اول باول وضحكت من سلطان الواهبي ومن ايمن الضفيري، سيما انها ان الاثنين ذولي احد اقطاب الرباعي المتميز، ودردشه وسواليف وضحك وناسه وحصلوا على 3000، ولكن فرحتهم قتلت بعدم إعلان خروجهم من الإعداد. يعني مشكلتنا مع الإعداد، هل الإعداد يعني ما اهتم بسلطان وأيمن؟ هل هم يعني غير مركزين؟ هل هم وش وضعهم يا طيب؟ أنا خلي بتكلم على الشق الأول من المحور اللي هو محور إعلان القناة في حسابها في تويتر أن المقدم حيكون أحمد العوض، فتفاجئ الجمهور بأن العوض كان كحلان. للأمانة عشان أكون صادق معك إيه؟ هنا ما نقدر نحط اللوم على أحمد العوض ولا نقدر نحط اللوم على الأخوان في فريق السوشيال ميديا، لسبب. هل اليوم هذا هو مخصص لأحمد العوض ولا لكحيلان؟ إذا كان اليوم هذا مخصص لكحيلان فهذا خطأ فريق السوشيال ميديا اللي أعلن عن أحمد العوض، وأنا أتوقع أن هذا هو الأقرب. قل لي ليش؟ لأن في الأيام الماضية اللي كان فيها أحمد العوض هو مقدم الفقرة، تمام، في حال تغيب أحمد العوض ما يتم استبداله بمقدم خاص بفقرة المينيو. شفنا كذا مرة ساير يشيلها قدم بالحالة، شفنا كذا مرة اجتهاد من مسفر مقدم فقرة لمتنا بأنه دخل في الفقرة، لكن ما شفنا مثلا علي الجعيد دخل في الخط أو كحيلان أو مقدمين فقرة المينيو يدخلوا في الخط. عشان كذا من وجهة نظر تحليلية للموضوع انه الخطا كان من فريق السوشيال ميديا ولم يكن غياب لاحمد العوض وجاء بديل له كحيلان. مضبوط، تمام. هذا فيما يخص الشق الاول من المحور، الصدمه وهي كانت صدمه للامانه. يعني اليوم دخلوا الشباب سلطان الواهبي وايمن الضفيري للصدمه، انتظروا يوصلون 3000 لايك، وصلوا 3000 لايك وعاشوا الساعه كامله في لوكيشن الصدمه. السؤال ليش مقدم الفقرة؟ أنا ما أحط اللوم على الإعداد، لأن مقدم فقرة المطبخ مقدم فقرة المينيو مفروض أنه يلتزم بالحضور إلى نهاية الصدمة، يتابع بحيث أنه يعيش معهم ويتابع، اصنع لك قصة معهم يا أخي، كل ربع ساعة ادخل عليهم، عرفت كيف؟ ها محتاجين شيء كذا، اصنع معهم يا أخي حوار لطيف جدا ممتاز. إذا وصلوا للثلاث آلاف لايك، ادخل عليهم وأنت تعلن لهم يا مقدم الفقرة. يعني مستحيل جدا أنه يجي المعد يدخل عليهم على الهواء، لأنه مستحيل فعليا أنه الشاشة
تبين لك دخول المعد للوكيشن الصدمة وترى أنت وطلعت ويا شباب. عشان كذا أنا أعتقد هذا، مو بعتقد أجزم، هذا خط المقدم في المقام الأول. تمام، مقدم الفقرة لابد أنه يكون موجود حتى نهاية الساعة، ما هو بيضرب الباب بعد الفقرة ويمشي، ما هو بيوصلهم ويمشي. تمام، لابد أن يقعد لنهاية الساعة سواء اطلعوا ولا ما طلعوا. النقطة الثانية، اليوم جمهورهم اجتهدوا، اليوم جمهورهم اجتهدوا ووصلهم 3000 لايك. ليش يا فقرة المينيو خذلتوا الجمهور؟ ليش يا فقرة المينيو خذلتوا المتسابقين؟ هل تعلم يا سيدي الفاضل انهم لو طلعوا اليوم يعتبرون اول متسابقين وصلوا 3000 لايك؟ صححوا لي يا اخوان. لا لا، صححوا لي، في احد طلع قبلهم؟ ايه. طيب جميل جدا، في احد طلع قبلهم، لكن ايمن الظفيري وسلطان الوهاب يتوقع اول مره كانوا يطلعون. صح. عشان كذا اول مره تصير الاثنين ذولي بالضبط. أيه عشان كذا يعني اليوم انت حرمت جمهور سلطان وحرمت جمهور ايمن من مشاهده فرحه، من مشاهده، حرمت اليوم مشاهده فرحه الشباب. ممكن انا على من تسمح لي بهالذال احط نفسي في موقف الطرف الاول، اقول مثلا احنا والله شفنا 3000 لايك وحنا نقول مثلا انه وهمي. أيه. ممكن هذا تبرير، انا اضع احتمالات والحكم المشاهد هذا وهمي عشان كذا احنا خليناهم. طب ترى ما هو بشغلتنا احنا ندقق هل هو وهمي ولا غير وهمي. وبعدين حتى لو كان حجة الشباب في فقرة المينيو انه وهمي، ترى ما هو وهمي لعلمك، بسبب انه قبل دخولي لفقرة الزوم تقريبا بخمس دقائق اللايكات على البوست 2931 لايك. لو كان وهمي كان تقريبا يمكن بعد ساعة او ساعتين من التغريدة يكون في نزول كبير في عدد اللايكات. عشان كذا نختصر المحور هذا ونقول فعليا الشباب في فقرة المينيو أسقطوا في حق سلطان الواهبي، وأسقطوا في حق أيمن الظفيري، وأسقطوا في حق جمهورهم، واللي من هالمنبر أشكر سلطان وأشكر أيمن، ممتاز أنهم تفاعلوا في جدا جدا فقرة الصدمة. سبحان الله، هذا الجانب الحسن من خطأ الشباب، أنا شفنا اليوم رياليتي جميل جدا في لوكيشن الصدمة. طيب بالنسبة للإعداد حق المطبخ وبالنسبة أيضا للمقدمين، أنتم الآن تحت المجهر لسبب كبير جدا عندنا، سبب كبير كبير. حمادة حينما كسر خاطر إبداع، ها، وقفنا ولمنا حمادة بالرغم من مستوى حمادة وتقديمه لا يعلى عليه، وأيضا في الحلقة اللي بعدها أدى أداء عظيم وهو أصلا متفرد حمادة. ولكن انك تكسر خاطر متسابق، لا والله وقف، والله بنوقف، والله يا الاعداد واعداد فقرة المطبخ كل ما سبق ما يهمنا، الحوس اللي يسوونه واللخبطة ما تهمنا عنا، لكن انتصر المتسابقين وتخذلهم وتحطمهم وقف هنا، متسابقين الجنت الوقف ننتقدهم بكيفنا، نعزز فيهم الامور الايجابية، نعدل بعض السلبيات، حنا نبخص متسابقيننا. لكن ان المتسابق يتعرض لمثل هذه هنا لن نسكت. الحق. اعداد المطبخ يما رياجين بتعتدلون، يما رياجين بتعتدلون، ولا تكرر مثل هذه الامور، ولا نطالب باستبعاد، استبعاد والله انهم استبعاد، ولا هم مستطع عليهم من زوم يصدر استبعادهم حتى الفقره يعني. الا المتسابقين يا اخي منجمين وشغالين وذول سلطان الواهبي وايمن اليوم والله ايه؟ العظيم انهم مبدعين، ايمن يعني وسلطان متسابقين بدوا يعني يشكلون شخصيتهم على الشاشه. صادق، خصوصا ايمن، اعداد المطبخ اصلا انا غاسل يدي منه، يقول لك تنفخ لك في قربه مشقوقه. اعداد المطبخ من أسوأ الاعدادات اللي مر في مطابخ برامج الواقع، لا افكار زي الناس ولا يعني ولا ترتيب زي الناس ولا فيه اسقاطات زي الناس، ودايم في حوسه ودايم ساير يشتكي منهم، والمقدمين يشتكون منهم والمتسابقين يشتكون منهم والجمهور يشتكي منهم. فاتمنى انهم يعني يصحصحون شوي. ناس ترى والله العظيم يوم ان متسابقين ما تعرف مدى الفرحه اذا جمهورك مثلا صح وصل لك. ايه، عندي نقطه بعد بقولها، اذا جمهورك اعطاك شيء تفرح، لكن تطلع كذا ما حد يقول لك ولا حد يعلمك بشكل هذا خطا. وفيه نقطه انا اشوفها في المتسابقين كلمه يقولونها واجد، انا اذكر ان علي الغامدي الله يصبحه بالخير كان يقول ان كلمه جمهور على الشاشه ما هي يعني ما هي زينه.
خف علينا يا برشلونة، خف علينا يا ريال مدريد، محبين، خف علينا يا متابعين. كل واحد يقول والله جمهوري اليوم قوي، ترى كلمة جمهوري جمهوري على الشاشة ما تصلح. توك الآن بادي، اترك، حاول انك ما تتطرق، خلهم يشتغلون وانت تشتغل. حلو، وهذه نصيحة نقطة لهم. ابو منصور يصل بهم الامر ان يكسحون متسابقينا يا ابو منصور؟ لا، احنا بعيدا عن كل شيء، نعطي يعني متسابق خذ حقه، لازم نعطي كل عذرا شيطان ذكروني بالمثل، دي حقا حقا، دي حق حقه، يحق لك ملائكه. انا ضد الفقره هذه من الاساس، يعني اللي هي المنيول مطبخ كلها، اي انا ضدها، اقسعها، انا ضدها يعني، وصارت ممله وصارت يعني مشاكلها واجد وشرها اكثر من خيرها. عندي مثلا تكون يومين في الاسبوع، يعني ان شاء الله في بزنس القادم يعني صح. تكون لها صوره ثانيه، نجيب افكار جديده يا اخوان. خلصنا مطبخ، خلصنا والله العظيم، انها في كل نسخه في برامج الواقع لازم المطبخ ذا فيه علة، وقته ضيق، ممل، شوفوا لنا فكرة غيرها يا أخوان. هذه وجهة نظري أصلاً في المطبخ من الأساس، إنها يومياً أو إنها خمسة أيام، لا حطوها يومين غيره والباقي خلوا ريالتي، خلوا طيب. ريالتي خلوا أي شيء جميل، واقتراح فعلاً خارج الصندوق يا أبو منصور. أنا آسف يا سلطان الواهبي، وحنا نعتذر منك أيضاً يا أيمن، وترى يعلم الله ان احنا استمتعنا معكم اليوم، استمتعنا اليوم معكم في نجيبهم والله ودنا اكيد طيب. في خاطرهم سلطان وايمن، سلطان وايمن لا يستاهلون الاعتذار، والله يستاهلون الاعتذار. نعم والله يستاهل، والله نبي نسمع منهم يعني. تركي من اول، اي من ادين تركي. طيب عطونا تركي خلينا نشوفه، وبعدها سلطان ونعتذر منهم برضه متسابقين. تركي وش هالحركات يا ابو ترى نام تركي، الله تركي صادق ابطال حبيبي صباح الخير. اسمع لبيه، وش لبيه، خلاص شوي، وش الحركات اللي انت قاعد تسويها؟ حركات ايش يا ابو؟ وراك تاخذ الحصان عن الرجال اللي يبون ياخذون. والله يا ابو هذال اجتماع جيش تركي واجتماعات قبيلة انكفوا قوة عظمى. طيب كامل قلت لهم اركضوا وخلوها في الاسابيع الجاية، في خيارات 7000 ركدتهم، بس من يركدهم؟ ما يركدون، ما يركدون ولا يرضون الا بالاول. بالله الله الله، يعني مهما يصير ومهما يجي خصومات في البرنامج، تركي غويز يقول والله ما اخلي لكم در ولا اخلي لكم نقطه ولا اخلي لكم حصانه الا انا اقدم واخذها. هذا كلامك باذن الله؟ يعني طيب. اخوياك ما انت مخلي لهم شيء؟ لا اخوياي والله كفو، كل في راسه اللي في راسي. ايه. لكن اذا وراك ناس انكفوا ما عليك خوف. طيب تركي لبيه، لبيت مكه، نبارك لك المره الثانيه، حصلك على مبروك. مبروك يا تركي، نسيت ابارك لك. وين غدا تركي؟ اعطونا تركي لا يروح اجيبه، اخذ الحصانه من حال تركي. اقول نبارك لك المره الثانيه، حصلك على الحصانه. الله يبارك فيك، وهذا تسجيل حضور للمره الثانيه، وفي قادم الامور ان شاء الله انك تواصل هذه المسيره. لا تصحيح ابو هذال، المره الثالثه، الثالثه حسنتي صح. الاسبوع اللي باصر ابراهيم هاتريك. تركي لبيه، بس ما قلت حركه ذي. لا اجل ما شفت البث، شكلك يا ابو هذا قلتها. والله ما شفت اصلا يا ابو حزام، شكلك ما تتابع. لا ما شفت الاحتفال، كانوا موجودين يا شباب اجتماعنا، موجودين لكن لا الصدق هم كانوا سويتها، وانا غمضت على نظر سالم عشان سالم ما يحب الحركه ذي، فيوم سويتها انت عشان يحبك سكرت عيون سالم. ما شاء الله. اجل يا ابو حزام عشان ما تمغص لا تشوف المقطع. لا ليش امغص؟ لا بالعكس بالعكس، انا احب التحدي يا تركي، احب التحدي، ومن حقك وغصبه، من اقل حقوقك. معك عادل تركي، مبروك عليك الحصانة. هلا ابو نايف، الله يبارك فيك. مبروك عليك الحصانة، الله يبارك فيك، وتستاهل، من حصل شيء يستاهل الأمانة، يستاهل الطيب. لكن كذلك انت تقول ميد ابو حزام، يعني ادعوك انك ما تشاهد هذه الحركة عشان ما تمغص ابو حزام، ولكن انا اعتقد ان محبينك راح يجيهم مغص. قل ليش؟ ليش؟ جاوبك ابو حزام. ها؟ لا انا بك تجاوبني، قل ليش؟ طيب ليش؟ انت الحين الجمهور وثق فيك وعطاك الحصانه، تمام؟ ممتاز. الجمهور اللي يبيه منك وشو؟ انت تلتزم بقوانين البرنامج، صح ولا لا؟ طيب صح ولا لا؟ ترقوني، خلينا نمشي حبه حبه. طيب يبيك تلتزم بقوانين البرنامج، صح ولا لا؟ ممتاز. صح او لا؟ طيب كمل، انا بشوف هو كذا، هو عادتك. واذا نهايتها ترى ما راح استدرجك بالحديث عادي، بس اذا وصلت الجمهور يبيك تلتزم بقوانين البرنامج، تمام؟ نهايه ما تخلص كلامك انا اقول لك اي صح او لا. مضبوط. طيب الجمهور يبيك تلتزم بقوانين البرنامج، ممتاز، لان التزامك بقوانين البرنامج يعرضك لعدم الخصومات، وعدم الخصومات
يعرضك ان شاء الله ان تصل للمراحل النهائيه، واتمنى لك انت وزملائك كل التوفيق باذن الله. ولكن يعني اليوم احنا شفناك يا تركي ما شاء الله تبارك الله طالع من المنتجع الصباح حلو صفاء، منين تجيب العلوم صح ولا لا؟ طيب صح ولا لا؟ بس انا خلصت صح ولا لا؟ صحيح. وتركي يا ابو لك. يا ابو نايف عشان ما تكمل كلامك تركي على وضح النقا يا ابو، ما قلت شيء على وضح النقا ولا قلت صح ولا استاذ يعني انت تقول طالع اليوم من المنتج الصباح صح ولا لا؟ تقول ماسك علي شيء، انا اقول لك اي طالع انا اليوم الصباح وباذن من الاداره. اذن من مين؟ محمد عيسى. اذلك بايش؟ هذا اللي بالخروج. الوين؟ الاستوديو. لا ليش؟ قل لي ليش؟ لا خلاص تابعنا لنهايه الحلقه. طيب لا طيب يا ابو تبون تركي ولا المحقق كونان خذلك اليوم منصور يبي؟ لا 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 تابع نهايه الحلقه. الحقيقه كونان. ادعو تركي وادعو أوف جميع أوف الجمهور الكريم أوف بان يشاهد شاشه زوم ممتاز هي. برنامج فقره زوم على شاشه قناه الواقع حتى الرمق الاخير لتتضح الحقيقه في نهايه الفقره. وش حقيقته؟ تابع تشاهدها تابع معنا بس اسمع منصور اسمع منصور والله المحقق كونان ما راح يترك يا بس دقيقه كثير في عادل اذا يسمح لي ابو منصور. منصور بعد ذلك انا في كلام اول من ابو نايف يقول ان تركي فريق دعم تركي منزل وقف التصويت فريق دعم تركي اقل تركي اقل وعي من فريق دعمه أيه. يا ابو نايف اذا انا اخذت الاول وراي ناس وراي جمهور لا تلومني ولا كلمه لا تلوم القوي انه قوي يا مال الشحم اي القوه القوه لا بارك الله في الضيف ابد انا والله قلنا تستاهل والله يا تركي. ابو نايف قله الوعي هذه احس انك مو هو انا المفروض اني انا اعلمك المفروض انك انت كناقد تكون اعلم لكن كلمه قليل وعي او قله وعي غير مستحبه من طيب تمام انا اقدم لك اعتذار اذا هذه الكلمه اثرت عليك او الكلمه هذه ما عجبتك والوعد نهايه الفقره وترى فيها خطا انا اعتذر لك اعتذار شديد لا لا ما تاثر فيني لكن لا لا اذا الكلمه تشاهد تعتقد انها خطا بالعكس انا املك من الشجاعه اني اعتذر لك امام الملأ بيض الله وجهك الشجاعه التي لا يملكها سعد الطويل حينما قال انت حاسد ولا استناقد ولم يعتذر والله ونعم ابو محمد ابو محمد ولا ابداح بعد ابداح ما يملك الشجاعه حتى الشجاعه التي لم يمتلكها ابداح حينما قال تحلوا بالشجاعه حينما قال منصور منصور ونعم وكفو يا ابو نايف لا تلحقه تداخل معه يلحقهم ولا يروح صباح الخير يا تركي هلا ابو منصور مبروك وما حصل شيء يستاهله الله يبارك فيك جمهورك قاعد يضغطك يا تركي ليه يضغطني؟ ايه يقدم لك اكثر مما تعطيهم الله ثلاث مرات جبت اعطوك حصانه وش المقابل وش سوى تركي لهم؟ المقابل شكلك ما تتابع انت ابو منصور لا تابع عطنا بعض اللي تشوف انت انه يعني يستحق انا صراحه راضي عن نفسي يعني ما قدمت اللي عندي كله لكن راضي كل الرضا نسبه كم قدمت ايش نسبه كم تشوف انك قدمت تجاوز 80% 80% صحيح يعني خلصت انت لا لسه باقي قضى باقي 20% 20% ممكن تكون اكثر من 80% صح بس. الله يوفقك احنا نشوف العكس يا تركي دائما يا ابو منصور اقول لك المعلومه هذه دائما اذا تركي موجود في الحدث ترقب السكور الاخير ما شاء الله سكور تكتب اي ينزل لك اسد في جحفله طيب الله يوفقك تركي شكرا تركي شكرا شكرا تركي وبالتوفيق ولك ولزملائك ترى الجحفله الجولتين عطونا عطونا تركي ترى الجحفله الجولتين ناديناهم سلطان وايمن انا اعتذرت التركي لسببين ممتاز السبب الاول اذا كان يعتقد انه هذه الكلمه اخطت بحقه انا اعتذر له يا سلام السبب الثاني ان احنا نعطي كذلك للجميع درس الاعتذار فن يا جماعة الخير الاعتذار فن ولا نقص من ما ينقص من قيمتك ممتاز إنما يزيد من قيمتك أنت أول ناقد يعتذر وأنا على وعلى فكرة أنا كذلك ما أدري إيش معه فيها أبو أنا رمست بس يلا اسمح لي أنا رمست كذلك باعتذاري رمست باعتذاري إنه كذلك درس لي الزملاء داح وسعد الطويل صح. سعد الطويل أمس قال أنت حاسد من تبناقد وقفت النقاش معه ما حبيت إنه يتجاوز أكثر لأني أحب سعد الطويل ولم يعتذر حتى الآن إبداح كذلك قالت أتمنى أنكم تتحلون بالشجاعة كون يقول أنكم تتحلون بالشجاعة معناته أنكم أنتم غير شجعان ولم يعتذر حتى الآن عشان كذا هذا درس تركي ودرس تركي. ثاني تركي ومعلومة مهمة ترى الحين النظام الجحفل الجولتين يعني تفوز طيب. بجولة لازم في, في, في نقطة قبل الجولة إذا كان أيمن وسلطان جاهزين عطنا إياهم لأن كذا طولنا ترى على الطاري يعني بخصوص الاعتذار في فريق السوشيال ميديا يا أنهم ما يتابعون يا انهم ياخذون اول مقطع بس فيهم بلا يعني لازم تناقش معهم او احنا نقابلهم ولا نتراسل معهم لان في مقطع طالع لي اني انا اعتذر لرشيد عن ما كنت اعتذر لرشيد المقطع ما كان فيه اي اعتذار ولا صار الموضوع على ان اعتذار ما اعتذار فليش تكتب كذا من راسك بس
ايه انتبهوا يا الربع ترى ما يصلح. انتبهوا ولا حطناكم على الطاوله. ارحم والديكم عدلوها وانا اشوف لكم حل. اعطونا ايمن وسلطان. اي خذ راحتك. محمد منصور يعتذر عليك. شوف المقطع كله ما في اعتذار. السلام عليكم. السلام عليكم. ايمن ماك خطاب يا ابوي. شغال. لا شغله ما خالف. مره واحده رفد رجع. نسجل لك خصم. دقيقه بس خلني. بيعرف يهرج من مايك. سلطان وشلونك؟ بخير رجعك بخير. الله حيه. الله حيه. الحين مضبوط الحين. نبارك لكم وصولكم ل 3000 لايك ونبارك لكم اللي اهم من هذا الوصول مستواكم اليوم في الصدمة كان مستوى جدا جدا عالي رياليتي حقيقي. استمتع الجمهور استمتعت انا وانا اتابع الصدمة بينكم اثنين. اعتذر ايضا عن عدم ابلاغكم بما وصلتم له واعتذر عن هذا الخلل وامسحوه في وجهنا. وانتم نجوم وادائكم اليوم اصلا اسعدني فلذلك اللي غيره والله ما يهمني. تعليقكم. الله يطول في عمرك يا ابو حزام وعلم دخلت فيها انت بينتي. لكن اما بالنسبه لعلم 3000 لايك والله احنا انصدمنا الحين ومدرانا. اي عز الله انهم اقتربوا المتعه واقتربوا العلم كله. صادق والله. المفروض ان هاي يجينا العلم وقتها اقل شيء يشوفون محبينا رده فعلنا. لكن اما شغله اننا نطلع حتى احنا الحين نحسب اننا ما وصلنا 500 لايك. اي حتى تحطيم لنا احنا. صحيح. لكن علمتونا واعتذرتوا والله بيض وجيكم وعذركم مقبول. ولا حصل لكم العلم زين. لا جمهوركم معكم ومحبينكم داعمينكم سواء عرفتوا ولا ما عرفتوا لكن داعمينكم. ايمن. اولا الله يمسيك بالخير ابو حزام ومسي النقاد اللي عندك. انا حاب بس انا بعتذر للجمهور. بعتذر للجمهور على اللي حصل يمكن انهم ضايق خلقهم ولا شيء. لكن ما نقدم الاعتذار ان شاء الله ويقبلون عذرنا ومفروض من الاداره صحيح يعني تسوي اشياء صحيحه. طيب. في اشياء تسويها ترى تدبل سب. طيب انا شاكر لكم. انا بغيت بس اعتذر بالنيابه عن الزملاء وانتم مستواكم ترى في صعود خصوصا انتم اثنين. الله حتى في جلسات الرياليتي بينكم قويه جدا. حاولوا انكم تفرقون دايم لعاد تجمعون يا شباب. خلونا نستانس الاسبوع ذا حيوي ما نبغى ينزل. عبشي بس خدوم يا ابو حزام خدوم. شكرا لكم بالتوفيق. شكرا. سلطان الوهبي يعني حقيقه لازم تقال. الرجل هذا ما شاء الله تبارك الله او الشاب في صعود جميل جدا وملحوظ يا سلطان. شد حيلك. اتمنى ان المعلومه اللي جاتك ان 3000 لايك وان الجمهور ساعدكم انها تكون لك حافز ما تكون لك ابدا لو يدنق. حلو. ايه ابو هذال الكاميرا بس سام. لو بس يشد حيله وياخذ لنا على انه دافع معنوي لك انك تقدم شيء اكثر وانك ترضي جمهورك اللي يوقف معك انت وزميلك. الله يوفقكم وبارككم التوفيق. طيب. عندنا اسقاط حلوه جدا جدا ملؤها التحفيز وبرسائل من مقدمي الواقع لزملائهم المستقبليين متسابقي الجنتل. الان يا متسابقي الجنتل مقدمين الواقع او من سبقكم بالتجربه يرسل لكم هذه الرساله التحفيزيه لانهم راوا انكم قادمون وبقوه فتبدا العلاقات الاعلاميه تتكتل. نحن نشكرهم كثير الشكر لهذه اللفته ولكن ايضا اعلموا انكم الان بداتم تصنعون انفسكم لذلك بدات الرسائل تنهال يمنه ويسره لتهنئكم ولتوجهكم وفحواها. انطلقوا و كملوا مسيرتنا. خلونا نشوف هذا الفيديو وهذا الإسقاطة اللي فيها تحفيز قبل ما ندخل في الأمور الشائكة المشربكة والصدمات اللي بتشوفونها الآن. أبو منصور جميع رواد رسالة أمام الكاميرا الواحدة واحد يعني قرار رسالته طاهر يخلص البث ما بعد يقول الله يوفقكم يا نجوم جنتل وشدوا حيلكم مبدعين ونجوم وفالكم الأعلى يا رب وانتم نجوم وجعلكم من زود في زود. فيصل العرجاني. فيض الله وجهك. الله يوفقكم وفالكم الإبداع والتميز يا نجوم جنتل. رسمكم التصاعدي استمروا والله يوفقكم. زايد سابر. فيض الله وجهك وسابر.
شفنا مثل هذه الاسقاطه الجميله جدا، وشفنا طاهر كيف تعامل مع الحصان. وطاهر الصراحه كوميدي طاهر، تعامل طاهر مع الحصان يدل على يعني انه رجل فارس من ذو القدم وخيال وصاحب نظره، بس ما طاع الحصان. سم الحصان ما طاع، بس انه هو من باب الرفق بالحيوان. يقول لك ما طاعك الحصان ولا طعه، فهو ما طاع الحصان فطاع طاهر. شكرا، نشكر طاهر على طيب. نبغى نواف الشهراني ولا يا عمر؟ نبي. طيب نبي نواف الشهراني في غرفه التواصل. يا نواف، نبي نواف الشهراني في غرفه التواصل، عندنا له بعض الملاحظات. وش رايك بالسقاطه هذه يا ابو نايف؟ والله يشكر الامانه يعني طاهر، طاهر من المتسابقين، ترى تعبان من امس. ودك نودي الولد بطل العالم؟ اي والله والله يا اخي، شوف طاهر من المتسابقين الجميلين للامانه، يعني حتى اخلاق الولد يا اخي بدون تكلف يا اخي، بدون أخي جميل جميل. تدري جميل. تدري انه ما عرف بوفاة ملكه بريطانيا اليزابيث، ما درابها. افا دليل ما معه جوال؟ لا ما معه. لا دليل انه ما يطلب من اخوياه جوال. يستحي يا رجل رجل، يعني هذا دليل انه الرجل يعني لا واعي، الرجل واعي برضه، لانه يعرف ان الجوال ممكن ياثر عليه، ما طلب الجوال. يمكن ما هو بيستحي، لانه اكيد بينهم عشره وملح، ها ملاشلاف واجد انا صح. ونوه على فروسيته برضه، وما يحتاج يعني. هو انا اعتقد انه طاهر هو فارس الكلمه قبل كل شيء. كفو. ليش؟ ها فارس الكلمه متى عرفت؟ متى؟ ليش تبون تستبعد النواف عقاب؟ ليش من يوم عرفته؟ قال كذا عرفت انه فارس الكلمه. لا لا هو صدامي، اذا وصل الامر للزملاء يحتمدونه. نواف الشهراني موجود؟ اوه نواف، في نواف الشهراني، في نواف الشهراني ما تعرفه؟ طالب استبعد نواف الشهراني. ما تعرف نواف الشهراني؟ لا. طيب ابو منصور؟ لا اعرفه اكيد يا ربع. جاء يرعطنا، صارت لي مداخله مع الله شباب ما شاء الله عليهم. ان شاء الله سريعين الحضور اليوم، بتتعرف عليها الان. لا عارفه، اقول قد صارت بيني وبينه اصلا مداخله. اي هو صاحب اللي يقول ثنايات ما احنا بهلها، مقوله مشهوره. نواف ابشرك صلاه رباعيات وخماسيات. لو خليها ثنائيات ابرك لك. انا تدرون ان ثنائيات دخلت عيال شعر المحاوره؟ كيف؟ فعلا يعني ما فيها شيء. يعني اشوف لقاء امس مع احد عمالقه شعراء المحاوره، قال يسالوني يقول انت في ثنائي بينك وبين الشاعر الفلاني؟ ما استعاضه ولا قال خطا، قال الثنائي هذه تنفع الجمهور. يعني ثنائيات في اللاعبين برضه، حتى اذا جو يلعبون رباعيه تلقى دائما الشاعر تلقى مثلا فلان مع فلان دائما، طبيعي جدا. طيب نواف جاء، نواف جاء عشان نسال عن، بس انتم ترى ظلمتوا نواف، هو يقول ثنائيات ما احنا بهلها، ما تطرق بدل بالطريقه، ما تطرق للرباعيات. إيه هو لا لا هو تطرق، ما تطرق، هو يقول الثنائيات احنا ما احنا. انا ودي نسأله، انا ودي نسأله. اسال اسال بعد ما كان جاهز نواف، خلينا نسلم عليه اول شيء. مبطن منه، انا مبطن من نواف. نواف صوت جميل. تعبت المخرج اباظه. اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يا نواف. صباح النور والسرور. حلو الكاب ذا، الله يطول عمره. طيب نواف، صوت جميل نواف. حركتك اليوم نحب، اذا شال شيله نواف مستواه يطلع وينزل، لكن معك الان عمر ابن هذا. صبحت بالخير يا نواف. صبحت بالنور والسرور يا مرحب. شلونك طيب؟ الله يعافيك. على ماذا يدل القبوع اللي انت لابسه اولا؟ والله ما ادري ايش يدل، بس لبسته كذا. تلبس الشيء وانت ما تدري يدل على ايش؟ لا ممكن يدل على شيء يعني، ولا شيء فتوة مثلا، ها؟ ما ادري والله. طيب نواف، وش رايك في فعاليات الشباب اللي يسوونها؟ ممتاز. نشوفك دائما مشارك فيها صح؟ الله الله. تحب تشارك في فعالياتهم؟ الله الله. متأكد؟ اخر كلام. اي نعم. اتمنى المنبرين بيعطينا صوت دقات القلب. نواف تحب فعاليات الشباب؟ المرة الثانية اسألك. ايوه احبها فجأة. تحب تشارك فيها دائما للمرة الثانية؟ أشارك يمكن بعدها أكون ماني موجود نايم، ولا أكون متضايق من شيء ولا شيء. إذا كنت موجود تكون أول المشاركين في فعاليات الشباب. إي نعم. ما تحب إنك ما تشارك في فعالياتهم أو تزدرئهم على الفعاليات اللي يسوونها وتقول فعالياتهم مو بزينة؟ ما هذا ما هو من ديدنك ولا طابعك. لا بالعكس عادي. جميل جميل جميل. طيب وش رأيك نشوف المقطع وتعلق عليه؟ طيب عطونا المقطع اللي يقول عمر بن هذا، خلينا نشوف المقطع. وانت معنا يا نواف، ها؟ ايش الدقة قديمة؟ تابع يلا شوف دقة قديمة. مع الباب اسرع واحد يسحب نواف برجله. نواف شهراني رجال يجي، تفضل
كل عند الباب برع يا عبد المساط اجلس انت يا جنتل كيف علي حلو نواف هذا حب ورعني يلعب ما اللي داخل ما اللي داخل عندك ما اللي داخل عندك ما بحد اخصم عليه يا شيخ عطنا برا يعني ما يحتاج نواف يقدر يدافع عن نفسه يا اخي اذا تملون اذا تملون على نواف برضه والله ما بحد يملي علي ابغى يعطيه احجار تحت الماي هل انت تشوف ان جابر ورعني يلعب بالسلطان اللي حاضر عنده ابداح لا انت تشوف ان جابر والله يبغى يعطيني احجار حقت مايك يا رجال طيب يلا شكرا شكرا ابداح هل تشوف ان جابر ورعني يلعب بالعيال لا والله جبر والله 70 نعم هذا انت قلتها تقول ورعني يلعب بكم تعالوا اقعدوا والله ما غير من باب المزوح امزح مزوح مزوح انت وجهك صامل اترك التعليق العادل ومحمد والله هذه 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 المشكله اللي تكلمنا فيها اللي بدا فيها نواف بن عقاب مع علي بن هادي في حقائق مع الجنتل لما الشباب يتكلمون بجديه لما يجي الحديث معهم يقولون مزوح وانا اعتقد ان السبب في هذا تركي الدوسري للامانه السبب في هذا ترك الدوسري للأمانة اللي فتح مجال للشباب بحيث أن كل شخص ممكن يصدر منه تصرف أمام الشاشة يجي بكل بساطة يقول مزوح وكأن المزح عذر المزح يا نواف ما هو بعذر أبداً يعني رفيقك وجايب فعالية وجنتلة وتناظر فيه بازدراء زي كذا أنت ما هو براضي عن جنتلتين لا تعليق يعني بحج يعني ما احتراماتي يا نواف يعني إذا تقول ورعني يلعب بكم مين يسار يعني ما مبزانه لا تقول لي مزح تكفى لا تقول لي رد مزح. رد نواف مزح رد نواف مزح. رد نواف رد انا ودي انك تقول صدق ولا تقول مزح ودك انه يقول صدق ماك طاف يا نواف نواف ماك طاف يا نواف ودك انه يقول وش عادل يقول اني منفس ذاك اليوم واخلاقي إيه؟ تعبان انا ودي انه يقول فعليا انا قلتها وزلت لسان واعتذرت الجبر واعتذرت مثلا تحت الشاشه او على الشاشه ظهرنا افتح المايك وتصير ظهرنا افتح العملية وتصير المايك خراب احنا كل ابونا اذا كان موجود نواف نخليه يرد اخوان تسمحوا لي بس تفضل طيب احنا كل ابونا ما احنا ملائكه نخطي والله كل ابونا نخطي احيانا ايه؟ مثلا انا اخطي على محمد ولا يلا بسرعه تكفى نواف ولا اخطي على 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 عمر متضايق خلي يرد خلي يرد خلي يرد بس اكمل كلامي خلي يرد نواف لا 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 الله بكمل كلامي نواف عشان انت ما سمعتني يلا اسلم ف احيانا الشخص ممكن يكون متضايق من شيء معين ممتاز يبدر منه لفظ قد احيانا يكون مقبول مو مش مقبول قد يكون غير مقبول حتى مع الاعتذار واحيانا لو اعتذرت تدمح لك مثل لفظك هذا يوم تقول ورعني العب بكم يمين ويسار لو اعتذرت قلت نعم انا صار كذا 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 وكنت متضايق وانا اعتذرت اسمح لي وانا اعتذرت الجبر تراها عادي لكنك تقول امزوح ما هكذا يكون المزح خلاص انا ما اقدر اسمح لي ما اقدر اقول لك انا نواف ورعن يجي الكفي شروم امزح معك نواف أيه. عادي ما هي عادي امون يا ابو انا لا حتى لو امون ما هي عادي قدام الشاشه ورعن لابس قبعه ما هي بزينه تفضل يا هذه معجبتني اذا معجبتك ما يعني لا معجبتني بس رد رد صلى على محمد اللهم صل وسلم اولا انا والله الصدق اللي احبه الله انا كنت متضايق الصباح ذاك اليوم من حاجه معينه هديته وبدر مني لفظ غير صحيح وانا اقدم الاعتذار الى جبر وانا قد اعتذرت له حتى وتكلمت معه وقال لي ابو سعد انت تمون علي وانا ما هو انا اعتذر منكم واعتذر من جماهير جبر ومحبينه وابوه ومن يحب جبر واعتذر خلص. انا من نفسي انا بيض الله وجهك يا نواف ونتمنى والله انك كفو واتمنى منك انك تشارك في فعاليات طيب نواف بكره تجيك اذا جاتك فعاليه يشاركون معك بيض الله وجهك يا نواف على خشم ابيض وجهي نواف وصباحك الله بالخير وجهك ابيض بعيدا عن هذا الموضوع اللي صار بينك وبين جبر واعتذارك الشهم يعني بس هذا الشيء لن يكون رشوه عشان نخلي مداخلتك تمر مرور الكرام نواف وين نواف نواف البرنامج وصلنا المنتصف والله يا ابو منصور اني عادي ليل ونهار غير ما ادري ايش بلاكم لانتو حتى الجمهور كل ما جاتني رساله نواف مختفي نواف رايح نواف وانا والله عادي واسير وامزح مع ذا واضحك مع ذا غير ايش نسوي قلبرك يا نواف والله ما ادري الحظ الايام الرسائل وين تجيك وين تجيك فيها يا نواف الرسائل اللي يجيبونها الجمهور اللي في ايش اسمه ذي المنيو ولا طيب ما فكرت ادخل في ثنائيات ثلاثيات رباعيات نواف الحاله سداسيات نواف الحاله وبيبقى على كلمته وش رايك في اللي صاير بين زملائك والله انها حاجه طيبه وما عندي مشكله لكن انا كان اختلافي ذاك اليوم على المسمى فقط ثنائي ليش فقط ما كذا ما عجبني المسمى
كذا يعني من راسك؟ نعم. أجل الله يعين. نواف عطنا بيتين سريعه. سريعه ما يخالف. دامك اعتذرت. تحرجني يا الدمعه اللي من خفايا الضمير ما احتلت خفي سرايرها ولا غطاها. يا سلام. كان هاد جال أبيض وغازي بسلك الحرير والونها اللي تقفاها وتشتطها. سلامتكم جميعا. يا سلام يا سلام يا نواف. الله يعطيكم. طيب ليش ما جيت تحت النخلة يا نواف لحالك وتشيلها يا أخي؟ والله صوتك حلو يا نواف. يا أخي أنا ما بعد جدي واحد لحاله يغني ولا والله جلس بعض الحين بس الكاميرا والحين تخوننا ما تجينا. شكرا يا نواف. الله يطول عمرك. شكرا وانا اشكر فيك اعتذارك. الله يسلمك. ولزملائك شفتوا احنا نتقبل. والله اني والله والشهاده الله اني احبكم والله. لا الله يحبك. لانكم والله احنا نتعلم منكم الشيء الواجب. الشخص الواعي مثلك. مره تصيبون او تخطونها لكن نحبكم والله. ما يخالف ما يخالف. الله يحبك يا نواف. الله يطول عمرك. لا تخرب اخر شيء يا نواف. يا اخي دربهم واحد لا قاموا اعطانا واحده. ماشي. الحمد لله اليوم شكرا ما نواف. لا تبخرها يا رجال لا تبخرها. الحمد لله اليوم ما فيها. يلا 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 قل قل يلا يلا. طيب نبي نتحدث الآن عن المحور قبل الأخير عن دخولية الجنتل. كان جنتل هذا الأسبوع جبر مدارية. نستعرض دخوليته. دخولية فخمة تليق بهذا الرجل. وأيضا تحدث في الدخولية بكلام من أروع ما يكون. جبر صار بليغ ومفوه ما شاء الله قوة إلا بالله. أثنى على القناة وأثنى على ما تقدم وكانت كلمة باذخة يا جبر المدارية. نشوف الدخولية ونعلق عليها ثم نأخذ محور مهم جدا جدا محور قاسي. تفضل. بعد ما تشوفون فندريش عم بيجي الهجوس اللي يورد للمساري حالفا ما جامل لنا استشيره صار يضرب بالعلن وتنتحاري شعلة شبت على النار الشريره كانها تعطي على الامر القراري كانها تعلن على الواقع مسيره قالت المجد القوي ما هو لغاري نجمك اللي نذكر الشمس الظهيره. ليش ما طولتوا يا الربع؟ ليش ما طولتوا بالدخولية؟ اي والله كملوا 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 والله يستاهل جبر تكبر. انا بقول شيء يمكن ما طول بالدخولية لان الدخولية جميلة من اولها لنهايتها جدا. لا لا خلنا كلينا اذكر الشمس الظهيرة. ايه يا جبر المدري يا الشناني يا حموي وقت ما هي قصيرة جبت جنتل يا ابو راجح وانت داري هيبة الشجعان في المقف كبيرة افتخر بسبيع ويزد افتخاري لا بتن يحتمون الطيب مع سفن الصحاري يشهرون المجد فالاسم الشهيرة يتعبون الخصم في ضرب الشباري فالسيوف في الرماح وفي الدخيرة كم خصيم قدمكم جاهل. دخولية باذخة فاخرة وجبر فاخر صراحة. أنا جلس على عرش الجنتلة. نعم. وتكلم بكلام يا شباب والله العظيم الله لا يضره ما شاء الله قوة إلا بالله. أنا كنت أحسب أن إبداح مفوه إلى أن تكلم جبر. تكلم كلام يعني على صغر سنه لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله لا يضره. شكر الإدارة شكر القناة شكر زملائه. قمص الدور صح كأنه يعني ما شاء الله هو شيخ بس يوم جاء وجلسته وكلمته والمعاونين اللي معه والعيال تعاونوا فعلا جسد الدور بكل ما تعنيه من كلمة. جبر شيخ وسلالة شيوخ هذا شيء ما هو غريب عليه ما شاء الله تبارك الله. من الواضح ان النسخه دي اسبوعيه ارسلت خير فرسانها. خير فرسانها هلا هلا. وصراحه يعني كانت انا كنت موجود في ذاك اليوم يعني كانوا الربع يعني عز الله انهم طولوا وتعبوا
اخوان جبر واهل جبر كانوا متواجدين من اول الليل الى ننتظر فقره شو اسمه فقره الدخوليه لا الفقره اللي قبل الدخوليه فقره زوايا ايه زوايا نعم فانتظروا الشيء الجميل في هذه في هذا كله يعني بعيدا عن الدخوليه واللي صار جبر شاتي فيه مجروحه امس وانا طالع من الفقره حقتنا قابلت بداح شوف يا اخي لما تكون الاخوه يا اخي تحت الهواء ولا في شيء فمسكني وانا طالع قال المنصور دقيقه جيتك سم مسكني قال تكفى لا تنسون جبر دخوليه جبر نعم ما تطرقنا لها بحكم ان احنا ما طلعنا كان عندنا غياب يوم فكانت محاوله متاخره اي فكنا يعني حاطين جبر كمحور مهم يعني دخوليه اعجبني حرص ابداح والاخوه وعلى الجميع ترى مو بس على جبر جبر اتمنى انك تثبت شيء هذا استحقاقيه الجنتل قدامك اسبوع لازم او ما عاد بقى اصلا لازم تشد حيلك زياده طيب يا جبر ابو منصور تحدثت فأجدت واصبت لكن في نقطه واحده ابداح مع الجميع عشان ما نظلم الرجال أيوه. لكن فيه ماخذ على ابداح نبي ابداح يكون معنا في غرفه التواصل مرحبا. بس ودي اتكلم عن دخوليه جبر لما أيوه. انا تفضل انا فتحت جوالي قبل شوي عشان اشوف تغريده اللي هو ابداح ابداح لا ما نبغى جبر نبي ابداح اي خلاص فتحتها تفضل انا فتحت جوالي يا اخوان تمام أيوه. عشان اشوف تغريده لي في اثناء دخوليه الجبر لان اذكر انك كتبت شيء في التغريده بس حاولت اتذكره انا غردت في الثالثه وسبع دقائق صباح في يوم دخوليه يعني في الثالثه نعم حلو وسبع دقائق صباح حلو ثيرد او الثالثه وسبع دقائق على قولت ابو يا سلام انا قلت صراحه انا ضد انا ضد انا دائما ضد الدخوليات الرسميه اللي فيها تكلف إيه انا يعني عادل انا عادل ما احب انا عادل مو بنك جمهور الجمهور ذواق انا ما احب الدخوليات اللي فيها فخفخه وكذا احب الدخوليات البسيطه جدا اللي فيها نفس كوميدي نفس ساخر نفس يا اخي انا كذا يعني. انا كذا ما احب احب الدخوليات غير التقليديه طيب الفخمه طيب ابداع ما 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 احبها الين قال جبر كلمه هو عنده بيكمل خلينا الين جبر قال كلمه يا اخوان تقاطع صوت اليوم كثير يا اخوان انا ترى ما اتحمل يا اخوان عشان ويكن ترى طيب الين قال جبر كلمه قال الدخوليه هي جزء من شخصيتك قالها جبر كذا على الهواء على الهواء هو يتحدث الشباب الدخوليه جزء من شخصيتك انا هنا قلت فعليا انا والله فلجك رد اقتنعت رد اقتنعت رد فعليا ان الدخوليه هي جزء من شخصيه المتسابق يعني مثلا جبر انسان ما هو بكوميدي بالفطره بيدخل بشخصيه جديه جميل جدا فانا هني جبر على الكلمه هذه انا هني اعجبني في نقطه مهمه جدا انه سرد قصه انه انا رجل الان تاجر وكذا واعاد الفضل ايش بعد الله سبحانه وتعالى لبرنامج جنتل لان انا دخلت البرنامج وبعدها كونت بزنس هنا القصه في الدخوليه اللي تفنن صراحة جبر في 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 فيها حتى لو كانت بسيطة لأن تعتبر قصة تحسب الجبر. طيب ناخذ إبداح ناخذ إبداح ونكون منطقيين شوي مع إبداح نعطيك ما أخذنا إبداح هذا جبر الجنتل بعد إذنك نستأذنك ما نقدر نقول شيء الجنتل اليوم الجنتل ما نقدر نقول شيء نقول نستأذنك عطونا إبداح مسهل الحين وحزام تسلم إبداح وشلونك إبداح بشرك على ما تحب وشلون الوالدة وشلون الربع اللي جيت منهم أبشرك طيبين ولا عليهم خلاف نحمد الله ونشكره الحمد لله على كل حال إبداح تبيها خط ولا حواري لا والله حنا ضارين على الخط ما ضارين على الحواري طيب إبداح في ماخذ أنا أنقل لك رأي الجمهور لبيك لا يشترط أنها رأي النقاد ولكن رأي الجمهور إبداح في غيبة إبداح ثلاث أيام ها تحسن الرياليتي في البرنامج تحسن الرياليتي في البرنامج معي يا شباب مركزين ها وبدات يعني في مجموعات تظهر يعني وفيها يعني حتى ما كانوا الشباب ملمومين في لوكيشن واحد جاب داح رجعت يعني الجلسه الكامله الجماعيه يعني ما عاد شفنا الشباب يتفرقون ها وايضا بدا يخفت بعض الشباب هل ابداح له تاثير سلبي على زملائه تفضل انا متاكد ان ابداح عنده شجاعه تأكد من شجاعة إبداح إنه يتحلى بالشجاعة وإذا كان كلامك يا سالم صحيح راح ينسحب من البرنامج عشان البرنامج يعلو صح ولا إبداح؟ طيب ولا قلوا أنا على تفوتكم في البداية أحب أطمن الجمهور أنا بخير والوالدة بخير الحمد لله والربع كلهم بخير الحمد لله الشيء الثاني يعني أنا فهمت من سؤالك إن إبداح إذا غاب على البرنامج يرتفع الرتم إذا ايه؟ حضر ينخفض الرتم إيه رأي واحترمه ولكن يمكن اذا حضر ابداح يغيب غيره
هذا هو يمكن ماخذ هذا. ولكن كلهم فيهم الخير والبركة. أما بالنسبة للاجتماع يمكن من محبة إبداح، إخواني يحبوني ويحبون يجتمعون عندي، فهذا شيء طبيعي. ترى على فكرة قبل ما الشباب تبون تدخلون الإبداح، ترى كلام إبداح أصلاً فيه منطقية، حتى ظهور واحد في البرايم يطلع اثنين، يبدو هو كذا الحراك غصب. نعم. مو يعني كرم في إبداح، ولا إبداح يضغط عليهم، ولا إبداح يعني إنه يمارس دوره فتوة، ولا إبداح أقوى واحد في الحارة. لا. وهب أعطاه إياه الله. شوف أبو حزام. إذا طلع واحد يطلع واحد يكون مكانه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الجمهور أرى. يمكن أنت وصلتك رسالة من 4 من 5 من 10، ولكن ما تحكم عليهم كجماهيرية كاملة. إذا أنك حكمت برأيين أو 3 أو 5 أن الجمهور كله يقول كذا فهذا خطأ. الآراء تختلف، الجمهور له أذواق، يمكن في بعضهم أن تحسب أن الجمهور كله يحبني، لا ما حبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجمع عليه الناس بالمحبة، فمثل اللي محبين اللي كارهين، فهذا شيء طبيعي ودارج في الحياة. ولكن الانتقاد أنا أتقبله بصدر رحب. بالنسبة للاجتماع هذه مشكلة من بداية البرنامج موجودة وتعرجون عليها، فلا تمحورها على إبداع. المشكلة الجنتل اللي جنبك ذا وش يسوي؟ الجنتل حصان وهو أكثر شيء مركز عليه جس، أكثر شيء مركز عليه اللي هو فرقهم الشنات. فرقهم فرقهم جنتل. هذه مهمته هو حصان وكفو لها. طيب عادل عندك سؤال علي يا أبو حزام. عادل عندك سؤال. الأمانة يعني ما كنت ابي اتداخل معك إبداح، ما في شيء ممكن اتداخل فيه. احب لكن مداخلاتك يا ابو هيف، ما اسمعك والله إبداح. يقول احب مداخلاتك أضافاتك. الله يسعدك، لكن شدني حديثك فانا باخذ منك. اسمح لي اني اجتزئ السؤال من من, من 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 حديثك. انت قلت يمكن اذا حضر إبداح يغيب غيره، قوه من إبداح ولا ضعف من غيره؟ بس هذا سؤالي. لا قوه من إبداح. الله. طيب كوفر. ابو منصور صبحك الله بالخير إبداح. صبحت برضه والعافيه يا مرحبا إبداح. قلت نقطة مهمة ذكرتني في أشياء كثيرة في برامج الواقع، سبحان الله هذه حقيقة فعلا. وبعيدا عن قوة من إبداح أو ضعف من غيره أو بعيدا عن هذا الشيء، إن شاء الله يعني ضعيف. أيوة حتى على الأمثلة في كرة القدم، يعني أكثر شيء إحنا نضرب فيه المثل، بعض الأحيان غياب شخص يكون خيرا لشخص ثاني كان يعني مسلم الموضوع أو مستسلم للقوة اللي قدامه. أذكر مثلا يعني في برامج الواقع كان دائم، هذا كان مثل بيننا دارج، كان أذكر سعود غربي يوم طلع برايم كان سبب خروج 3 نجوم بعده. الله. من ضمنهم كان أذكره كان يعترف به ويفتخر بشهادة زياد الشهري، وكم كان معه كم متسابق. طلع برايم الجميع كان منهار زعلان، لكن سبحان الله بعد خروجه بان نجوم كثيرة كانت تعتمد على تواجد سعود من ناحية. صح. القصص، وكانوا يعني زي من باب الاحترام التقدير قوة الشخصية القيادية، هذه ترى نشوفها في إبداح. إبداح أتمنى وهذه أمنية أوجهها لك، أنك تحاول أنك ما تكون تفكر أنك تفكر في زملائك أكثر من نفسك. إبداح أنت ترى لك جمهور ولك متابعين يبغون منك، بعيدا عن كونك تهتم بفلان وفلان وفلان، هذا شيء طبيعي يعني، لكن احرص على نفسك أيضا يا إبداح. وما عند إبداح وقدم لنا محتوى جميل مثل جمال حضورك. يعني كفاية تضحية يا إبداح. الله يطول بعمرك. كفاية تضحية. لأنك لا إله إلا الله. أول شيء منصور الله يطول بعمرك، شهادتك أعتز فيها وأفتخر فيها، الشهادة اللي تجي من مثلك وشرواك وشروى السامعين أفتخر فيها. النقطة الثانية تقول الأهتم في الآخرين، هذا جزء من البرنامج، إذا ما كان في تعاون من المتسابقين راح نفشل كلنا، مو انا ولا غيري. هذا اهتمام، هذا جهد مني انا إبداح، ولكني اغفل عن إبداح نفسه. لا انا ان شاء الله مهتم في نفسي وراح اصل. صح صح يا إبداح، لان يقولون نبدي على نفسه فنار، يقولون الريجير وانت والله لا ما نبدي ان شاء الله على نفسي احد، لكن ماني مخلين اخويا من الاهتمام. كفو انت مبدع يا ابو. طيب. يا إبداح، لكن انا عندي بس اقتراح للجنتل. جبر سم شتت شملهم، فرقهم، اخذ انت ومعاونيك اسلحه مائيه ولا اسلحه صاروخيه، اي سلاح، وحط شرط المعاونين يشوفون اكثر من 5 متواجدين في نفس الجلسه ارشقوهم بما اوتيتم من قوه، وفرقوهم. المعاون طاهر، تخيل طاهر جايك برشاش، ما انت بخايف والله، ما حد بخاف. تبين اجيب لك مسدسات مويه؟ انا جبتها الرشاشات يا ابو هدال، والله العظيم انها جاهزه، جيت عند الباب خلاص اجل وزعها وشتت شملهم. اسمع رشاشات لعبه يا رد ابو عيسى الله يطول عمره. داح انا بجيب لك رشاشات. لبيك يا ابو حزام، لبيت في مكه. يبيك عادل، بس سؤال واحد فقط عادل عشان ما عملك بس حضر من اليوم. السؤال الله يكفيك، اختصر السؤال للامانه يا إبداح. انت تقول
انه الشباب والتعاون ما بينهم هو جزء من نجاح البرنامج، صح؟ صح صح ولا لا؟ اكيد. جبر اليوم كان عندك تدشين او تسجيل؟ اي نعم بدشن الصباح ان شاء الله. لا لا جبر اي هذا تدشين الصباح فطور هو. كان عندك تدشين؟ وش يدشن؟ سؤال جبر، كان عندك تدشين اليوم؟ عندي تسجل تسجيل؟ سجلت البارح ودشنا اليوم. لا اليوم اقول لك اليوم كان عندك تسجيل؟ لا. طيب انا اتمنى يعني يبدع كذلك بما انك تحب جبر جدا كذلك تنصحه بانه لا يخرج بعد البث خارج اسوار القريه. لا يا شيخ علوم. طيب شكرا يا شباب. الجنتل الظاهر ان الجنتل خربها وطر انا بالداب. الجنتل الظاهر انه جاب العيد. الجنتل قبل ان ينهي الجنتله الظاهر انه يعني ارتكب يعني خطا فادح. طيب وغلطه الجنتل بعشره. انا عادل انا ما اخفيك فيدنا الكلام ذا. انا فيدي دخلي. انا دخلت اليوم بحثت جاحدا. بحثت وين؟ في البث المباشر جنتل 22 يعني قبل اكثر من 25 يوم عشان اطلع بهالمقطع. اتمنى من الاخوان انهم يطلعونه لنا على الشاشه. طيب الاخوان في الاعداد الفيديو الاول، الفيديو اللي ارسلناه لكم يا ولد ولا تعلمني. خلينا نشوف الفيديو الاول. الفيديو الاول نبي نستعرضه بالتفصيل. طيب خلينا نشوف الفيديو الاول اللي فيه الاستاذ تركي الدوسري. اذا مطمنه وشفته عند الباب ومديت ايدي. بس ممنوع انك تغادر المنتجع. انت غادرت؟ لا ما لا عند الباب ما غادر، الباب وراي. شباب وغادر المكان ولا عند الباب بالضبط؟ شو يقول غادر المكان؟ انا واقف عند الباب والرجال نطحني ونطحت اسلم. الحين الباب قدامك ولا وراك؟ الباب وراي. انت غادرت اجل؟ ما طلعت، انا واقف عند الباب. عموما اثناء مغادره اي واحد من زملائكم لا تطلع برا الباب، ودعي هنا وخلاص. طيب عادل تسمحوا لي تعلق في جنتل 22. دخل ابو سلطان واستغرب من خروج نواف عقاب، نواف المخلفي. تمام دقيقه، نواف المخلفي خروجه بس عند الباب يسلم على عشان يسلم على القرقاح. متسابق قد طلع. تمام اللي هو توقع بندر القرقاح. اي نعم. قال يا نواف المخلفي ليش طلعت؟ قال كذا، قلت له هذا خروج من المنتجع. خروج ايش معناته؟ خروج بدون استئذان معناته هروب. نعم يا اخوان انا افهم ولا ما افهم؟ الا تفهم. تخرج متى يقال للمتسابق خرج من المنتجع؟ اذا طلع خارج اسوار المنتجع. صح. ما هو بشرط انه يروح للمحطه. نعم. اول ما تتعدى باب المنتجع معناته انك انت خرجت. ارتكبت اذا كان خروجك بدون استئذان معناته هروب. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. متفقين جدا. طبعا كانت هذه اول مخالفه فتطرق لها ابو سلطان جعله يسلم بس ما خصم عن نواف المخلفي. صحيح. ولكن أشار في حديثه إلى أهمية عدم تكرار المخالفة مش من نواف المخلفي إنما من المتسابقين جميعا، علما بأن نواف المخلفي قال رفيقي، هو رفيقي عند الباب صعبه أني أخليه، سلمت عليه ورجعت. خلونا نشوف الفيديو الثاني. معدنا الجميع الفيديو الثاني. ورنا الفيديو الثاني. أنت تفقدني ولا؟ أنا أفقدك أكيد. والله؟ أنت أهم شيء تفقدنا؟ أي والله. شوي طلعت رشيد. أخاف تنساها. لا إن شاء الله ننساها. بس أخاف تنسى ترى مواعيد. كم واحد؟ كم واحد؟ واجد. مواعيد. بفند لك إياها وبعدها أن تؤججوا عقوبات عقوبات عقوبات. والله؟ أنت أهم شيء تفقدنا؟ أي والله. شوي شوي تلاقي أحبابك وتنساها. لا لا إن شاء الله ننساها. بس أخاف تنسى ترى مواعيد. طيب. تفضل أكمل واصل. هذا الفيديو الثاني صباح اليوم الأستاذ رشيد بن طاحوس اللي دارها مشكورة. قالوا تفضل يا رشيد 24 ساعة. رشيد طلع يسمح له باستخدام الجوال. خروج نواف ابن عقاب، خروج جبر المدارية بدون استئذان وطلعوا من باب المنتجع مثل ما انتم شايفين. بل الأدهى والأمر ليس لم ينهجوا منهج إذا بوليتوا فاستتروا. اي نعم. وطلعوا تعمدوا يطلعون في حساب رشيد بن طاحوس. هل متفقين مع ابو سلطان يعطيهم هدنه؟ اكيد لا. من امن العقوبه اساء الادب ابو سلطان، ونحن نرفع لك من هذا المنبر يا ابو سلطان لا بد ان تكون في عقوبه قاسيه تجاه نواف بن عقاب وتجاه جبر المداريه. السبب الاول انهم طلعوا، السبب الثاني انهم يعني تباهوا بمخالفتهم وطلعوا في حساب رشيد بن طاحوس. تركي للامانه تركي كذلك ارتكب مخالفه. تركي الغويزي نعم. ارتكب مخالفة. اليوم الصباح كان تركي مستأذن فعليا من محمد عيسى أنه يطلع يسجل شيلة، ولكن خروجك يا تركي لتسجيل الشيلة لا يعني أنك تخرج في أي تصوير، لا يعني أنك تخرج في أي تصوير. وليعلم تركي أن تم الخصم عليه خصم خفي، ولكن العقوبة التي مفروض أن تكون أدهى وأمر
تجاه نواف بن عقاب وتجاه جبر المدارية المخالفة مثل ما انتم شايفين على الشاشة، وضحتها بالنقاط، والكرة الآن في ملعب الأستاذ تركي الدوسري. ظهورهم اليوم بالشكل هذا، ظهورهم اليوم بالشكل هذا عند الباب، وتصويرهم في سناب رشيد فيه استهتار. والله أنا بالنسبة لي اعتقدت ان احنا في الاسبوع الاخير، الاسبوع الاخير دائما اسبوع حبي، صوروا وطلعوا وجيبوا ملابسكم، وانتم ما قصرتوا وانتم طيبين وانتم نجحتوا، لكن مثل هذا الظهور وخروجهم في سناب رشيد تذويب للبرنامج، تميع للقوانين، تسليع نعم لكل شيء، وايضا في عدم اهتمام اصلا، في عدم اهتمام. انا عندي وجهه نظر، عدم اهتمام حتى بقرارات السلطه العليا اللي هو بسلطان، ولربما كانت الخصومات الاخيره مدخل كبير للشباب، بحكم ان عادل هيف قال ان هذه نصف الخصومات اللي وضعت على المتسابقين، وايضا عمر هذال قال لانهم سبعه اعطاهم 7000، ولو كانوا اربعه لا اعطيه 4000، ولو كانوا 10 اعطيه 10000، يعني ما في منهجيه في الخصم، وهذا سبب تمرد الشباب. الامر عندك ابو سلطان، والامر عند الاداره، وابو مشعل بيتداخل. تفضل. بالنسبه انا منصور نبي اضافتك. انا بفصل. اي فصل. افصل ولا اخذ جاهز؟ فصل واخذ جاهز روح. بالنسبه نواف عقاب، وش داعي خروجه مرشد طحوس؟ هنا السؤال. ممكن اول شيء انا الجنتل اجد له العذر اللي هو جبر المداري. ها؟ شو عذره؟ انه جنتل وانه لازم. لا ما يحق، اسمح لي يا ابو هذا، اسمح لي اني اخالفك. الجنتل طيب. لا يحق، لا يحق، ممكن يحق جنتل خروج من المنتجع. ممكن رشيد، رشيد دقيقة، رشيد ممكن رشيد تعمد انه يبيع زملائه. لا لا ما تعمد. لا 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 لا, لا. انا اقول لك ما تعمد، تدري ليش؟ ليش؟ لان الفيديو اللي انا ارسلته لهم كان اطول من كذا، وقال يا شباب ادخلوا عشان الخصومات، والفيديو انا مستعد اوريه لك على الجوال، ولكن لان ابو هشام كان طالع في المقطع الاخوان الله يعطيهم العافيه حفاظا على خصوصيه ابو هشام قص المقطع بعد ما نزلها. لا طيب. هم طلع. اسالكم سؤال يا عيال، هل الجنتل يحق له دخول حرم الكنترول؟ نعم. لا حرم الكنترول لا. لا. لا الكنترول عند المخرج لا، مساحه بس. لا 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 مساحه يعني اللي احيانا الجنتل يحق له ما لا يحق الغير، هذا بيشوفها مع ابو سلطان. ممكن الجنتل طلع يشيك على الوضع، يشوف رشيد هل بيخرج في امان، هل في ناس مترصدين لرشيد برا، بحكم انه المسؤول الجنتل، فطلع يشيك على الوضع، لان الوضع مثل ما انت لا خارج اسوار ما حق له على فكره. انا وجهه نظري ايه؟ اما بالنسبه لنواف عقاب يكون خارج قدعنه، والقدعنه لها ضرائبها، واتمنى من ابو سلطان يشوف حل الامر. ترى ما لانه فيه تمييع. وش بعد ترى تمييع؟ وش فيه تسطيح؟ لا انت قلت تسطيح. تمييع وتسطيح وتشريع تفوت وتشريع. يلا تشليح تشليح ابو منصور. صراحه ابو منصور ترى ما بطوا لدرجه انهم يستقبلون المهندس منيب، يستقبلونه جاي للعمل يسلمون عليه، ويستقبلون ايضا اباضه يسلمون عليه، يعني صاروا هم تشريفات. المقطع هذا ازعجني، حتى عطلوا المهندس. المقطع هذا اللي جابه عادل ازعجني كثير والله العظيم، بخصوص ازعجني من ناحيه جبر، بنخلي جبر شوي. اما بخصوص نواف عقاب فانا تقريبا من اسبوع او اكثر وانا اطالب باستبعاد هذا المتسابق اللي اعترف وظهر بقوه وضارب في البرنامج عرض الحائط وقوانينه، ولا يرى احد شيء في هذا البرنامج. 6 مرات طالع، هذه السابعه. ما أدري نواف عقاب إلى أين يا نواف؟ وش تبي توصل له؟ هل فوق رأس نواف ريشة؟ هل نواف ما حد يقدر عليه؟ أبو سلطان يقول أنتم ترفعون لي وكل شيء تحطونه علي وأنتم تبغون مني. في النهاية أبو سلطان أنت الرجل الأول، أنت صاحب القرار. إذا ما طلب منك يقول لا تزعجوني. إذا ما أرسلنا لك نرسل لمن؟ إذا ما أنت متفرغ لنا أبو سلطان علمنا، إحنا نعتذر على إزعاجك طال عمرك، وعلى ان احنا نوجه لك بعض النداءات لتعديل مسار البرنامج بوجهه نظرنا كنقاد. نعتذر ابو سلطان اذا احنا سببنا لك يعني اي ازعاج او شيء. في النهايه احنا عندنا وشيء المعروف عندنا، اذا في شيء غلط عدلنا. انك انت الرجل الاول، انت صاحب القرار، ما حد يقدر مثلا سالم ولا علي رويه ولا اي احد هنا يقدر يتخذ قرار بخصم او استبعاد الا بعد امرك. فاحنا لازم نوجه لك ابو سلطان عمر هذا ايه. في النهايه يعني نواف عقاب يضرب بكل شيء عرض الحائط، طلع الرجال برا والموضوع ظهرنا سهل، ومعه جبر برضو يعني. يا سلام، جينا الجبر المداريه. ضايقني كثير المقطع هذا، انا منزعج، اطالب بسحب الجنتله من جبر
هذا أول قرار يعني لابد أنه يتخذ، أما يرحل بعد البرايم، لأن في النهاية جنتل لا تتوقع أنك صرت تركي الدوسري أو نائب تركي الدوسري أو أنك صرت رجل تقدح من راسك تطلع واللي تبي تسويه، لا لا لا، جنتل بس تفرق مجموعات، بس اللوكيشنات تعرف الأوقات، تسوي لك مبادرات لنفسك، تطلع برا برا المنتجع، هذا غلط يا جبر، جبر تنزع منه الجنتلة هذه. يعني إذا جينا للبرنامج وكهوية، الجنتل المفروض أنه أكثر إنسان منتظم، الجنتل غلطته مين مثل أي غلطة، نعم مين مثل غلطة متسابق ثاني، لا 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 لا، تسحب منك لأنك فعلا ما تستحق جنتل. الجنتل ما يطلع برا في الشارع ويطلع ويصور في سناب. إذا أنت جنتل أجل وش نقول، وش نقول المتسابقين الثانيين وش بيسوون؟ جبر لازم يسحب منه الجنتل ويروح مع الزملاء في البرايم على طول. أما نواف عقاب فحنا على المدرج ونتفرج وإلين الله يفرجها. طبعا كلام شاف إضافي ما زال في فمي ما. طبعا فليعلم الأستاذ تركي الدوس أن إحنا لا نملي عليه العقوبات، لا أنا أكيد. ولا أبو حزام ولا أبو هذال ولا كذلك أبو منصور، إحنا ما نملي عليك العقوبات يا أبو سلطان، ولكن إحنا نقترح نوعا من العقوبات عشان تردع مثل هذه التصرفات. نتكلم اليوم عن خطأ جسيم جدا تركي، إحنا قلنا نتغاضى عنه، ربما الخصم الخفي يكفيه بحكم أنه كان طالع يدش، إحنا نعد الحق لو على أنفسنا، لكن نواف عقاب ما الداعي في خروجه؟ ونواف عقاب الذي تحدث وقال أنا طلعت 7 مرات جهرا، ست مرات وهذه السابعة، ست مرات جهرا ممتاز، في فقرة كانت جدية ما كانت يعني ولا قال سوالف مبيوعة على قولتهم، وفي دخوليتك ممكن أنت طالما أنه ما في مقطع يوضح، توقع أن أبو سلطان قال ما في مقطع يوضح خروج، لا ممكن يعني وجهة نظر أبو سلطان ما في مقطع يوضح خروج نواف، أنا ما أقدر أعاقبه، حنا جبنا لك اليوم، أنا جبت لك اليوم مقطع يوضح خروج نواف عقاب بالأدلة، واليوم في خروجية رشيد بن طاحوش صباح اليوم كذلك الخطأ من الجنتل مثل ما تفضل أبو منصور ليس كالخطأ صح من غير الجنتل، أنت عليك عليك مسؤوليات، ممتاز عليك مسؤوليات تجاه البرنامج وتجاه زملائك، ولك مسؤوليات ولك مهام لابد انك تقتدي فيها. خروجك اليوم انا اعتبر كارثه، واحدى العقوبات اللي احنا ممكن نقترحها على ابو سلطان. ايوه اقترح أيه. هي اقتراح فقط. أيه. وانا اخشى ان ابو سلطان يقول طالما انكم اقترحتوا العقوبات ما راح ننفذها، بنجيب عقوبات ثانيه، هو مجرد اقتراح ابو سلطان، واتمنى ان صدرك يتسع لنا، هي سحب الجنتله من جبر، لان تصرف مثل هذا التصرف يدل على شخص غير مهتم بالمسؤوليات المناطه عليه، والشخص الذي لا يهتم بالمسؤوليات اللي عليه انا اتوقع ان المنصب ممكن هو اكبر ممكن يا شباب ان جبر اكتفى بالدخوليه وهي راس المال عنده والباقي ضرب بعض الحال. سالم قال نقطه يعني مهمه اخوي ابو نايف، ابو سلطان احنا ما نملي عليك، احنا كلنا يعني ناخذ منك العلم، ومستحيل احنا نفرض عليك، احنا نطرح مثل ما قال ابو نايف نطرح اراء في النهايه، افكار يعني شو اسمه عذرا من الشيطان، اقتراحات ايه. اما احنا نعمل في يعني احنا في مركب واحد ابو سلطان، لا نملي عليك ولا احنا اعداء، بالعكس احنا مكملين لما تعمل ابو سلطان، نتمنى ان السفينه تصل بسلام، لذلك يعني لا تاخذ الموضوع بانه اخذ وعطى، لا بعيدا عن كل هذا، وانت اللي تشوفه احنا نمشي فيه يا ابو سلطان. احسنت عمر بن اذا انا مستاء اصلا، انا حزين، انا والله جاب والله متحطم، والله حطمني جبر، صدمني صدمني والله يا اخوي، والله حطمني، لا 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 كسر والله يا ابو سلطان، اذا احسن قلنا احسن، شوف اذا اساء قلنا اساء، يا جبر ان جبت العيد والله كسر. يا اخوان ثم والله شوفوا والله ثم والله انني احلف في هذه ساعه المبروكه، ساعه الفضيله مبروكه، نعم. ساعه الفضيلة. يوم الجمعه، نعم احسنت والله يا ابو سلطان، لو تعلم اني قد ايش اجتهدت على هذه المقاطع، ترى ما هي بقصاصه، اقسم بالله اني محمل برنامج ودامجها مع بعض وحالتي حاله عشان اطلع بهذا المنتج، اتمنى يا ابو سلطان يكون لك دخوليه ولك اتصال يا ابو سلطان، لانك اذا ما صارت لا دخوليه ولا اتصال انا اتوقع اني بحذف البرنامج، لانه مسبب لي، انت شفت المقطع ذاك يقول احيانا احد متسبب في زحمه في الجيجا، ترى بحذف البرنامج، استهلك جيجات استهلك جيجات. معنا عبد الله الدفين في غرفه التواصل، وبنختم عبد الله الدفين يطلب المداخله. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا. صباحك الله بالخير يا عبد الله. الله يصبحك بالنور والسرور، صبحك الله بالخير. عبد الله وشلونك؟ عبد الله كنت هادي ومثال الرجل المنضبط، وإذا بك تقفز الأسوار وتجد نفسك في برايم هذا الأسبوع، يعني هذا
توقع منا وعليك خصومات كبيره جدا يا عبد. الله يطول عمرك. اولا اصبح عليك بالخير يا ابو حزام، وصبح على المطاليق اللي معك النقاد المثاليين اللي ما فيهم حيله. طيب الشيء الثاني يا ابو حزام، الخصم 7000 قد شرحت ظرفي لابو سلطان ترك الدوسري، وكل درى وش اللي طلعني مع السبعه. طيب فالحاجه طول عمر السلامه اللي تاكل وتشرب مع عبد الله الدفين، ايه عطني اياها، هي حاجته واحده. يمكن اغلب الناس، لان عبد الله الدفين اول ما طلبه ترك الدوسري قال تفضل معي ترك يا عبد الله الدفين، وتفضلوا يا المتسابقين الباقيين اطلعوا برا. طيب. مثل ما شاهدتوا، فجاء عبد الله الدفين وعلم ترك الدوسري ابو سلطان السلطه العليا صب عليه بالخير باموره كلها وش اللي طلعه. فقام ابو سلطان فسال سؤال، قال يا عبد الله الدفين من هم المتسابقين اللي معك اللي هربوا معك؟ ايه قلت لهم فلان وفلان وفلان. اغلب الناس كلهم ما يدري ان الورقه اللي كانت مع السلطه العليا ترك الدوسري ان اسامينا هي السبعه فيها، ويدري من اللي هرب من المنتجع. اسلم ما وافق المخرج، ما كان في ورقه، يقول لك لا عاد المخرج اللي يقوله، يقول ما كان معها ورقه في يده. عبد الله ركز الله يرحم ابوك، كان عارف السبعه ابو سلطان، عارفهم بس ما كان معه ورقه، وكانوا في المقطع ايضا، يقول لك لا يعني ما كان عارفهم. يعني لو اني جحت لو اني قلت لا لا، كان قلت ما اعرفهم، ما ادري من اقول ما اعرفهم، وهم ظاهرين وعارفينهم انهم السبعه اللي ظهروا بساميهم كلهم. يعني هم شايفينهم في الفيديو، قصدك شايفينهم في الفيديو وعارفين ما السبعه اللي طلعوا، ولا عبد الله الدفين من دون ربعه ومن دون اخوياها ومن رشهم ما رشيتها بدم. لا كان تقدر تقول يا عبد الله انا هذا ربعي ما اقدر ابيعهم على الهواء ولا اقدر اتكلم عنهم حتى لو تشوفهم في 100 كاميرا. نعم لكن الاداره تدري انهم فلان وفلان وفلان. طيب كان قلت انتم تدرون، ما يحتاج اقول، كان قلت يا ابو سلطان، قال اسمعهم في البدايه عندك خبر وطلع لي من الخرج اسامي ابو سلطان. يوم جانا قال علمني من السبعه وعلمني، علمونا بالحقيقه، يقول المتسابقين كلهم. فانا واخوياي اتفقنا على حاجه ان حنا نصدق. والله نعم ولا انزل. عبد الله ارحب. متى كانت دخوليه ابو سلطان وخصم؟ تذكر يوم؟ اذكر يوم؟ اي متى يوم خصم عليكم؟ والله يا غدا امس يا عادل بن هيب اني ما ادري وش. طيب سؤال، ليش الحين انت جيت تتكلم وتبرر؟ وش اللي طرالك؟ لقيت جفا من اخوياك؟ لا لقيت جفا. وش المانع؟ وش ما لقيت جفا؟ نحمد الله ونشكره. ما لقيت جفا، انا واخوياي من يوم دخلنا من اول جنتل الى اليوم والليله وحن على قلب رجال. ليش تبرر؟ الله ونشكره. ليش تبرر؟ ابرر ابغى اعكس الصوره للناس اللي برا اللي ما يدرون. يعني انت داري الناس وش قاعدين يقولون صح؟ لا كيف تعكسها؟ كيف تعكس الصوره؟ انت الصوره ما تحتاج عكس. لان الحاجه يا عادل بن هيف، لا تقعد تبسم عندي وتضحك يا عادل بن هيف. انا ما اسال ليش تعكس الصورة؟ معناته ان الصورة معكوسة صح؟ لا لا الصورة مين بلا معكوسة، لكن عبد الله الدفين يبغي يبين الحاجة ذي، ولا انا واخوياي متعاونين على الخير وعلى الشر. سؤال انت قلت يا اخي انا احاجك بكلامك، انا ما اجيب كلام من السماء. طيب انت تقول لاني ابي سألتك هل في جفا؟ ما في جفا من اخوياي. ما في جفا. اسمح لي خليني اتكلم يا استاذي. قلت هل في جفا؟ قلت انت ما في جفا من اخوياي. لا. قلت ايش المبرر انك تيجي وتتكلم؟ ما في مبرر يا اخي. قلت انت عشان اعكس الصوره للجمهور اللي برا، معناته ان الصوره سوداويه فانت بتبينها. لا 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 ما هي بسوداويه. نحمد الله. اجل ليش تبرر؟ وانا رجال. ليش تبرر؟ ادري من بعضهم. ليش تبرر؟ لاني انا اول من دخل عند ابو سلطان، وانا اول من قال اسماء المتسابقين والاداره عارفتهم. طيب ما لقيت جفا والصوره بيضه، ليش تبرر؟ الاداره عارفتهم فعبد الله الدفين يوم دخل وقال اساميهم، لان الاداره عارفتهم ولا لو ما هي بعرفتهم. طيب ليش تبرر؟ سؤالي ليش تبرر؟ ابرر؟ انا ابرر يا طول عمر السلامه، يمكن بعضهم يفهمني خطا، يحسبني عبد الله الدفين جاب اسامي اخوياه، هذا اللي خلاني ابرر، ولا انا ما كان برا والامور طيبه. بس بقول نقطه مهمه جدا حتى المستقبل. عبد الله تفضل. اعلم يا سيد الفاضل، انت تقول ابرر عشان بعضهم يمكن يفهمني غلط. نعم. شوف والله لو تمشي على الصراط المستقيم يا عبد الله، انت والشباب كل ابوهم. أيوة. ستجد من الناس من يفهمك غلط. حلو. انت خصيم نفسك، تعرف انت. أيوة. في المنهج الصح او الغلط، اذا انت في المنهج الصح لا تبرر لكائن من كان. شكرا لك. بيض الله وجهك. اجل الحاجه الاخيره اللي بقولها. أي. انا واخوياي تبيه مع ومثل ذا اليد، ومن رشهم ما رشيتها بدم. يا سلام. ما يحتاج رش ما ولا رش دم، انت بس يا عبد الله الان بحكم انك تطلع وتشوف الهاشتاج
وقاعد تاخذ ردات الفعل وتوضح وتبين للجمهور، فانت الان ما انت في برنامج واقع. الظلم ظلمات، فعشان كذا اقسم بجلال الله انك داري الظلم ظلمات وانك شايف وكلامك هذا انت اللي تقوله. الظلم ظلمات، وش دراك وش دراك ان الجمهور يقول انك بعت اخوياك؟ ما بعد جات الى الدين، يجوز جاوب 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 على سؤالي. انت وش دراك ان الجمهور يقول انك انا رجال؟ ايوه لي مخ وادري ان بعض كل الناس يفهم خطا. دقيقه ما جاوبت، ما جاوبت، ما جاوبت. انت تقول ابين للناس اللي فهموني غلط، انت تراك الناس فهموا غلط. نعم الحاجه ذي قد صارت علي برا قبل البرنامج والناس يدرون. أنت يعني دائم يعني انت دائم تعلم على اخوياك؟ عبد الله ما علم على اخويا. عبد الله انت تراك عبد الله كانك انت تعلمت على اخوياك قبل؟ ما بعد علمت على اخويا نحمد الله. طيب اجل ايش مشكلتك؟ لكن بعض الناس اللي برا يفهم الصوره غلط. اقنعني اقنعني، انت الان كيف دريت ان الجمهور والناس فهموك غلط؟ انا رجال طول عمر السلام هادر، بعض الناس يفهم غلط. تقول قد صارت القبل الناس كلهم يفهمون صح. قد صارت القبل وين؟ مثل ما قال عادل بن هيب. انا شفت، قال حتى لو انك على الصراط المستقيم. عبد الله الدفيع، انا شفت، انا شفت المقطع لايف وشايفه مباشر، وقسما بالله اني ما حبيت منك انك تقول انك تهل سبحه على طول. اي مقطع؟ وش دراك يوم جلس، يوم جلس انت وزركي، يوم قال لك من، وقلت انت فلان وفلان وفلان اني مسكت راسي. ليش تقول كذا؟ لان الاداره تعرفهم. ما له دخل إدارة تعرفهم. السؤال والله العظيم لا تعرفهم. ما له علاقة هذا كله يا أخي. تطلع معها تقول يا تركي الدوسري بكيفك. أنا إيه أنا طلعت، ما اللي معك ما معي أحد ولا زين. معي أحد ما أدري، أنا أتكلم عن زين. نفسي زين. إذا أنا متفق أما أنك تهل السبحة عبد الله كذا، اسمع هذه وجهة نظري أنا. أنت وش دراك أن الناس فهموك غلط؟ محترم وجهة نظرك، بس إذا أنا وأخوياي تحت البث يطلعون السلامة قلنا يا الربع نبغي أيوه. نصدق ما نبغي يعني كلمة غلط. يعني كان كلامكم واحد؟ لا نبغي نصدق إلا متفقين، نبغي نصدق. افهم يا أم منصور افهم. خلني أعلمك زيادة بعد وش النقطة الزيادة. سبحان الله كلامكم كله واحد، كلهم يا الربع جوجو قدام تركي الدوسري. لا نحن صادقين يا منصور. طلعنا همان 9:30. لا نحن صادقين. متى رجعتوا؟ 11:30 12. هذا الصدق ابو منصور. خليني اعلمك، لا الصدق، الصدق طال عمرك انك شفت الهاشتاج والجمهور هذا اللي انت اللي لوه. انت جاي توجه للرساله زعل عليك لانك علمت على 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 متسابقينهم. انت قلت الصدق يوم الغيامه، انت قلت الصدق ترفع لك ارفع لك العقاب انك قلت الصدق. خليني اعلمك، انت راجل صادق ثاني مره، انت راجل صادق يا عبد الله، قلت الكلام اللي عندك. لكن انا بالنسبه لي انا ما حبيت ان تقول كذا، لكن انت قلت الصدق. تجيب بيننا حساسيه ولا تفرقنا؟ خلني اعلمك، لا انت ولا غيرك، ما حد فرقكم يا ابن الحلال. بزرق بزرق، انتم متفرقين خلقه اصلا. لا لا انا مسكين عبد الله، الحق بس جيب لك، جيب لك جروب وادخل. نصيحه بس عبد الله، عبد الله برنامج بيخلص، دخل مع الرباعي هو يا نواف. البرنامج اليوم صاروا سداسي ما شاء الله، صاروا سداسي. عبد الله الحق جيب لك جروب وادخل فيه، صاروا سداسي. قبل ما تطلع معاه نصيحه، نصيحه اسمع كلامك يا عبد الله. عبد الله وشاير 24 رجال يا عبد الله. ارحب يا عمر يا رجال. الموضوع من يوم 45 والناس نسيت وراح وكل واحد في حاله ونسوا الموضوع. تيجي انت يا اخوي الكوفي شروم هذا ام انه يعني يطلع الواحد بصوره حلوه ولا يطلع الواحد بصوره سيئه؟ الناس نسوا الموضوع. تيجي الحين انت تقول انا شفت الهاشتاج وشفت الناس ايش يقولون. انا شفت الهاشتاج، انا معلمت على اخوياي. انا قلت شفت يا عمر، عمر بن حداد. انت تقول انا شفت الناس ايش يقولون وجاي ابرر اوضح. عمر بن حداد، انا قلت شفت الهاشتاج الناس. فهذا انت قريت على نفسك. ما حد تكلم، احنا هنا ما تكلمنا، ما حد تكلم. الموضوع الموضوع نسوه الناس. تجي انت مثل اللي ياخذ من دا ويحطه فوق راسه. لاني رجال صادق وعد الحق. الله يوفقك. لاني رجال صادق وعد الحق وادري اللي داره داري ثم السبعه. الله يوفقك. شكرا، شكرا لكم يا زملائنا الاعزاء. شكرا عبد الله، مرحبا بك، والعذر والسمحه كان جاء مني غلط عليكم انتم يا النقاد. في رسالة من شخص أزعجني يا أخي. طيب أزعجني يلا إلا يبغى يوصلها، وتو جاي من الكويت وبيجي عندي الحين، فأنا مستغرب منه. أول شيء محسن بن دقلة نجم السوشيال ميديا يسلم عليكم سلام خاص لكم، الله يسلم من يقول أنا أتابعكم ومستمتع، يوجه تحية للمتسابقين وبالأخص سعد الطويل، يحيي سعد الطويل ويقول استمر يا سعد. هذه رسالة من ضيف. خلي ما ينفع كذا، بس خليه يعزمنا في الفلوس بإذن الله. وإذا جاي سير علينا في القناة على خشمي ونخليه يقابل سعد الطويل. يستاهل سعد طبعا، بعد إذنكم تبون يقابل سعد الطويل. بصرك أنا والله ما فرقت بإذن الله. لا يستاهل سعد. أقول حاجة أبو قبل النهاية، العيال يعني ماخذين فكرة الجروبات خطأ. الحين حنا حتى المشاهير الحين خارج المنتجع، مشاهير السوشيال ميديا وش يسوون؟ كل جروب مسوي له، كل يعني شخص مشهور مسوي له جروب خاص فيه، والشخص الثاني مسوي له جروب علشان ينجحون.
فاللي ينجح الحاله هذا حاله نادره جدا ولا هو بكثير في في المجتمع في شارع السوشيال ميديا. فانتم في برنامج واقعي، حركه الجروبات ترى جميله ما فيها اي اساءه او ضرر لاحد، لكن تسوي لك جروب تشوف العيال اللي بيفيدونك وتجتمع انت وياهم وتقدمون شيء جميل على الشاشه من غير ما تضرون اخوياكم، بس انكم تنفعون اعمالكم، هذا شيء جميل طبعا. يعني لا كل واحد يقول اللي ما لحق له على الجروب مثل ما قال محمد منصور تغانم عمرك والحق على الرجل عشان بس تكون الصوره واضحه. الجروبات ما تسير متسابقين احيانا، انت اذا متسابق تقدر تطلع بنفسك عاد ما في مشكله، لكن اذا تبي تشكلك ثنائيه ثلاثيه رباعيه شكل، عرفت كيف؟ شكل جوك على جو مضبوط يعني. شكل، ولكن تشكيل احنا اختلافنا في وش يا اخوان، بس عشان الجمهور يعرف والمتسابقين يعرفون اختلافنا. اذا انت شكلت جروبك لا يصير في جفا ما بين الناس الثانيين، أيوة. خلك على مسافه واحد من الجميع. في نهايه الامر البرنامج برنامجكم، النسخه نسختكم، انتم اخوان، انتم حتى اكثر من اخوان. النقطة المهمة وهي العبد الله دفين والجميع الشباب ولي أنا حتى شخصياً وأنا أتعلم منها، طالما الإنسان خصيم نفسه إذا عرفت أنك صح وماشي في الطريق الصحيح أقسم بمن أحل القسم أن التبرير يسيء لك ما يزيدك يعدم، لأنك مهما فعلت مهما تكلمت والله لو تجيب القرآن يا رجل وتحلف بالله ستجد من يكذبك. عشان كذا لا تبرر طالما أنك أنت عارف صح، لا تبرر طالما انك في اتجاه صحيح، لا تبرر لا تبرر لا تبرر. اذا التبرير يجعل منك مخطئ حتى لو كنت على الصواب. الناس لو حاولت تكسب رضاهم لرضيت لك واحد زعل منك 20 صح؟ لا يهمك الناس. الى الان هو يبرر، الى الان يبرر عبد الله دفين، الى الان يبرر عبد الله انت صح، ما عليك من ابو قبعه، ما عليك من نواف الشهراني. انا اليوم مستاء، أنا اليوم مستاء جداً من جبر جنتل هذا اليوم. الله يقلع ذا الراس يا جبر، الله يقلع ذا الراس، كان نمدحك وتالي خربتها. السلام عليكم، مع السلامة، مع آخر ولا صورة زعلني.